بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، وقيل ينسخ بالجلي لا بالخفي، يعني أن القياس ينسخ بقياس أجلى منه لا بقياس أخفى منه، لأن القياس الخفي ضعيف، والضعيف لا يكون ناسخا للقوي، والجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، والخفي ما لا يكون كذلك. مثال الأول تقريبا: ما لو فرض ورود نص بجواز الربا في الفول مثلا كده، عندنا نص يجيز أن نبيع الفول الذي تصنع منه الطعمية، غذاء مهم، غذاء ضروري. ما لو ورد نص في جواز الربا في الفول، قال مثلا: لكم أن تبيعوا الفول بمثله أو أكثر أو كذا كذا إلى آخره، ثم ورد بعد ذلك نص بحرمة الربا في العجز، فيقاس على العجز الفول، أهي ورد نص بجواز الربا في الفول، ثم بعد ذلك ورد نص بحرمة الربا في العدس، والعدس قوت، نلحق به الفول في حرمة الربا بجامع القوتية في كل منهما. فإذا فعلنا ذلك استفدنا من القياس حرمة الربا في الفول، فيكون ذلك القياس ناسخا للنص، لكننا نتكلم في ما إذا نسخ القياس. أنا بتكلم على صورة المسألة بوجه عام، لكن مسألة القياس شيء آخر. طيب، فيكون الحكم الثابت له بالقياس على العدس ناسخا لحكمه الأول. ومثال الثاني، طيب احنا كده بنضرب أمثلة في المسألتين، بس المسألة الأولى فين القياس الجلي وفين القياس الخفي؟ لا، هو ممكن نقول بقى نعدل المثال ده، مثال لثبوت أصل النسخ بالقياس، لكن لو أردنا أن نعدل المثال هنقول إيه؟ بسيط، يلا نضرب لكم مثال. هنقول على سبيل المثال: ورد نص بحرمة الربا في السفرجل، قسنا عليها التفاح بجامع الطعمي، ثم جاء نص بجواز الربا في الفول، قسنا عليه
التفاح بجامع الطعمية كمان وزيادة، فيبقى التفاح اللي مستفاد من القياس الثاني ناسخ للتفاح المستفاد من القياس الأول. القياس الأول حرم الربا في التفاح، القياس الثاني جوز الربا في التفاح. الربا يعني الزيادة. سنة عادي ولا كده؟ يعني أنتوا بتقول جواز الربا الذي قد حرمه القرآن؟ بقول لك الربا يعني الزيادة. العيال الوهابية دماغها مصدية، يفهموا الكلام على غير محمله، يسارعون في الإثم والعدوان. يبقى القياس الأول استفدنا منه حرمة الربا في السفرجل. القياس الثاني وقسنا عليه التفاح، والقياس الثاني كان في الفول، النص في الفول، قسنا عليه التفاح، فصار التفاح في الثاني ناسخا للتفاح في الأول. طب قضية الأجلة والأخفى، القياس الأجلى بينجلي بقوة العلة وتمكنها من الفرع والأصل وهكذا. وقيل إن كانت علته منصوصة، منصوصة يعني إيه؟ العلة جاء بها نص من كتاب أو سنة نصت على العلية، ما أسكر ده ناصص على أن العلة هي الإسكار، جاز النسخ به لأن المنصوص في قوة نصه، لأنه لا يحتمل أن تكون العلة غير التي دل عليها النص. لكن العلة المستنبطة هناك احتمال ألا تكون مرادة، وكيف يكون النسخ بمحتمل؟ يبقى لو جوزنا النسخ بالعلة المستنبطة أو بالقياس القائم على العلة المستنبطة لجوزنا النسخ بدليل محتمل، والنسخ لا يصح بدليل محتمل. أما إذا كان النص النسخ حاصل بقياس علته منصوصة لا يبقى دليل قوي ولا يكون محتملا، ويكون القياس كأنه في مثابة النص وإلا فلا. وقيل يجوز إن كان في زمنه، أي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلة منصوصة، فإذا توفر فيه هذان الشرطان جاز النسخ به. لأنه لو ورد في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم القياس يبقى ما كانش موجود، ويبقى لا ينسخ لأنه وارد في غير زمن. وإذا كانت العلة منصوصة هيبقى في قوي، قياس قوي وفي حكم النص. أما إذا كانت مستنبطة فإنه يكون ضعيفا. ويجوز نسخ القياس الموجود في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم. على الصحيح كما عبر به في جمع الجوامع المحلي في البدر الطالع على جمع الجوامع، قال وأو قياس بنص، يعني القياس الذي كان في عصر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ بنص، أو قياس، أو يأتي قياس مثله ينسخه. وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز أن يكون النص منسوخا، أو وقيل لا يجوز أن يكون القياس الموجود في زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام منسوخ لا بنص ولا بقياس. لأن شكلها على العموم، وقيل لا يجوز يعني لا يجوز النسخ، وقيل
ليه؟ قال لأنه القياس اللي موجود في زمن سيدنا النبي ده مستفاد من النص، فيكون باقيا ببقاء النص، وكأنه هو من لوازم النص. يعني ما دام النص باقي يبقى القياس ده باقي، النص مش باقي يبقى القياس مش باقي، لكن النص موجود والنص باقي فيكون كذلك القياس باقيا. وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون أجلى منه. وفسر الزركشي الأجلى بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين الأصل والفرع راجحة على الأمارة الدالة على علية المشترك بين ذلك الأصل وذلك الفرع. يعني الأمارة والدليل الدال على إن الأصل والفرع مجتمعين في علة تكون أقوى من القياس الآخر. يعني أنا عندي قياس أول وعندي قياس ثاني، الأمارة الدالة والدليل الدال على أن الأصل والفرع مجتمعين في هذه العلة، هذا يكون راجح على الأمارة الدالة على اجتماع الأصل والفرع في القياس الثاني. يبقى أنا عندي قياسين، قياس أول وقياس ثاني، عندي أمارة دليل يدل على اجتماع الأصل والفرع في العلية، وعندي هناك دليل يدل على اجتماع الأصل والفرع في يعني العلية. الدليل الأول الدال على الاجتماع يكون أقوى من الدليل الثاني الدال على الاجتماع. سهلة. وفاقا للإمام وغيره وخلافا للأئمة. وفاقا للإمام يعني الإمام الرازي، هذا هو بيقوله، وفاقا للإمام الرازي وغيره ممن قالوا بأن شرط النسخ أن يكون قياسا أجلى من الأول. طيب هكذا انتهينا من النسخ. فصل في التعارض والتراجيح. قال والتعارض تفاعل من عرض يعرض بكسر الراء، عرض يعرض، كأن كل واحد من النصين عرض للآخر لما خالفه. النصين المختلفين اللذين يدل أحدهما على عكس ما يدل عليه الآخر، يعني ده بيقول لا ده حلال والتاني بيقول ده حرام، كأن كل واحد من النصين اللذين تعارضا عرض للآخر لما خالفه. يعني كل وقف أمام الآخر يمنعه من المرور. فالتعارض بين الأمرين تقابلهما، أي بأن يلتقيا على وجه أي على صفة وحال يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر، بحيث يقتضي أحدهما ثبوتا والآخر يقتضي نفيا في محل واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في القوة. يعني اللي حصل ايه؟ ان كل واحد منهما عرض للآخر تقابل على وجه يمنع كل واحد منهما الآخر بأن يمر وبأن يسير، بأن يكون أحدهما على سبيل الإثبات والآخر على سبيل النفي، مع اتحاد محلهما واتحاد زمانهما، ومع كذلك تساويهما في القوة والضعف. والترجيح، الترجيح لغة هو الميل والتغليب، ومنه رجح الميزان إذا مال. وأما اصطلاحا فتقوية إحدى الأمارتين، وقولهم الأمارتين إشارة إلى أن الترجيح إنما يكون في الأدلة الظنية لا في الأدلة القطعية، فلا تعارض بين قطعي
وظني، وذلك لأن الترجيح لا يقع إلا عند التعارض بين الأدلة، ولا تعارض يقع في القطعيين، لأنه يؤدي بقى يعني قطعيين يعني إيه؟ قطعيين الثبوت والدلالة، لأنه يؤدي إلى إن القطعيين في نفس الأمر يتعارض، وتعارض القطعيين في نفس الأمر باطل. ليه؟ لأنه بيقول إن النفي والإثبات يجتمعان في الحقيقة والوجود، والنفي والإثبات ما بيجتمعوش إلا في ذهن المجتهد، أما في الواقع يا إما ثبوت فقط يا إما نفي فقط. وأما أن نقول بأن مدلول القطعيين، مدلول القطعيين يقع بينهما تعارض في الواقع ونفس الأمر، فهذا يؤدي إلى الجمع بين السلب والإيجاب من جهة واحدة في الواقع، وهذا محال، لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، وهذا باطل في مجاري العقول السليمة الصحيحة. قال: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى، تقويتها بما يصلح للتقوية ليعمل بها، يعني ليعمل بإحدى الأمارتين ويترك الأخرى، يبقى الترجيح من جانب، ترجيح مراد به يا مشايخ الإسلام، المراد بالترجيح العمل. قال: إذا تعارض نطقان، نطقان دي إيه؟ مصدر، نطقان ده مثنى نطق، والنطق ده يا مشايخ مصدر، منطوقان يعني ملفوظان. طب هو الملفوظين نفسيهم بيتعارضوا؟ لا، مدلولهم، مدلول الإيه؟ مدلول النطقين. قال: إذا تعارض نطقان، أي قولان ظنيان دلالة، بأن دل كل منهما على جميع ما يدل عليه الآخر. طيب، واحترز بالنطقين يا أولاد عن الفعلين، فلا تعارض بين الأفعال. وصور التعارض بقوله بأن استويا في القوة والضعف. أما لو اختلف في القوة والضعف فلا تعارض، لأنه على طول هتقدم القوي على الضعيف. وكان يعني النطقان، أي المنطوقان، أي مدلولهما معلومين سندا لا حكما. يبقى وكان معلومين سندا، وأما في الحكم لا، ليس معلومين في الحكم، وإلا لما وقع بينهم تعارض، لأنه لا تعارض بين قطعيين في الواقع ونفس الأمر. أو مضمونين، أو كان مضمونين سندا وحكما، لأن التعارض يقع بين الظنيين على اعتبار أن ذلك يقع في ذهن المجتهد. تعارض ده تعارض في ذهن المجتهد. قال: والمراد بالتعارض هنا ما يشمل تقابل الناسخ والمنسوخ، يبقى بيتكلم على التعارض العام، لأن الناسخ والمنسوخ تعارضا، وإن كان الناسخ يعني ألغى عمل المنسوخ، إلا أننا في الظاهر قد تعارضا، كما يعلم من التقسيم
أي تقسيمه التعارض إلى تعارض نسخ وتعارض غير نسخ، وإنما وقع التعارض بين الأدلة. هنا يرسم لك منهجا مستقلا. ما السبب في وقوع التعارض بين الأدلة؟ قال: لأن الأدلة ظنية، يعني الوصول إلى مضمونها وإلى حكمها يكون بضرب من الاجتهاد والنظر، وتختلف فيه الأنظار لكونها ظنية، إذ لا تعارض بين قطعيين مثنى وحكما، ولا بين قاطع وظني، لأن الظني لا يبقى مع وجود القطعي. هكذا قال علماؤنا. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم على رسم صورة لخريطة التعارض. قال: فلا يخلو إما أن يكون عامين، يعني لا يخلو الدليلان المتعارضان من أن يكون عامين، يعني بأن يصدق كل واحد منهما على كل ما يصدق عليه الآخر، أو خاصين، كل واحد منهما صدق على جزئي ومشخص مثل ما صدق عليه الآخر، يعني واحد قال قام زيد والتاني قال لم يقم زيد، ده خاصه، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، يعني بأن صدق الخاص على بعض ما صدق عليه العام. جاء الناس، جاء الطلبة الماليزيين، فالطلبة الماليزيين بعض من الناس، أو كل واحد منهما عام من وجه، خاص من وجه. قال: وجه الانحصار، يعني وجه الانحصار يعني التقسيم في التعارض بين هذه الأنواع. قال: فيما ذكره أن كل واحد من النصين، انتبه، أن كل واحد من النصين المتعارضين إن تناول عين ما تناوله الآخر فهما عامان. يبقى إيه؟ جاء الطلاب الماليزيون، جاء الطلبة الماليزيون، لم يأتي الطلبة الماليزيون. الجملة الأولى شملت كل ما تشمله الجملة الثانية، الماليزيون الماليزيون، ما في طلبة مصريين؟ الله يرحمهم. يبقى جاء الطلبة الماليزيون، لم يأتي الطلبة الماليزيون. يبقى الجملة الأولى شملت كل الطلبة الماليزيين، والجملة الثانية أيضا شملت كل الطلبة الماليزيين. فالأولى قد صدقت على كل ما يصدق عليه الآخر، العام الآخر، والعام الآخر صدق على كل ما يصدق عليه العام الأول. يبقى دول بيسموهم إيه؟ بيسموهم عاماني أو خاصاني، بأن يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر، وإلا، يعني وإن لم يتساوي في العموم والخصوص. فإن تناول أحدهما شيئا لم يتناوله الآخر فهو عام والآخر خاص. يعني إيه؟ يعني واحد شمل دائرة كبيرة والثاني شمل دائرة صغيرة. طيب هقول لكم: الحيوان شمل كل ما فيه حياة، الكلب، الهرة، الإنسان. الإنسان لا، لم يشمل إلا أفراده،
فالأول وهو الحيوان عام والإنسان خاص، لأن الحيوان يصدق على الإنسان وزيادة، والحيوان يصدق على الإنسان وزيادة، والإنسان يصدق عليه أنه حيوان ناطق. يبقى رأينا إيه؟ رأينا هذه الجهة، جهة أعم وجهة أخص، يعني أن الأعم يشمل الأخص وزيادة، شمل الإنسان وغير الإنسان. طيب، قال فهو عام وخاص، وإن تناول كل واحد منهما أكثر مما تناوله الآخر فهو عام من وجه خاص من وجه. يعني إيه بقى؟ يعني اجتمع في نقطة وانفرد كل واحد منهما في نقطة، ده اللي بنسميه عام وخاص من وجه. مثل إيه؟ الخاتم والحديد. فالخاتم إما أن يصنع من حديد أو يصنع من غير حديد، والحديد إما أن يصنع خاتما وإما أن يصنع سيارة. فأصبح العلاقة ما بين الخاتم والحديد علاقة العموم والخصوص الوجه، يجتمعان فيما إذا صنع الحديد سيارة، وينفرد الحديد فيما إذا جعل يعني باب. طيب، يبقى يجتمعان فيما بنتكلم على الحديد والسيارة، مش الخاتم والحديد، الحديد والسيارة، ما السيارة حديد، السيارة مع الحديد، يجتمعان في أن الحديد تصنع به السيارة، فهي سيارة وحديد. طيب، والسيارة ممكن تبقى سيارة من غير الحديد، تعمل من الفبر. طب والحديد ممكن يتعمل باب. يبقى يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة، مثل الحديد والخاتم يجتمعان فيما إذا كان الخاتم مصنوع من حديد، وينفرد الحديد في السيارة، وينفرد الخاتم إذا كان من ألماظ ومن فضة ومن ومن ومن، يبقى بينهما قدر مشترك. ثم بعد ذلك كل واحد انفرد عن الآخر في مجال آخر. قال وإن تناول كل واحد منهما مما تناوله الآخر فكل منهما عام من وجه خاص من وجه، ودي المسألة سهلة وبسيطة جدا. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم على جهة اجتماع المتعارضين، قال فإن كان عامين يعني متساويين في العموم، فإن أمكن الجمع بينهما ولو بوجه، أمكن الجمع بينهما أي بين العامين المتعارضين ولو بوجه، يعني ولو كان الجمع حاصلا بوجه، بحمل كل منهما صورة الايه؟ صورة الوجه الممكن، بحمل كل منهما على حال، على حال يعني على حال مغاير لما حمل عليه الآخر، لا مانع شرعا من الحمل عليه، وإن أمكن الترجيح بينهما بأن ظهر أمارة ترجيح أحدهما على الآخر. يبقى عندنا الجمع أولى من إيه؟ من الترجيح، ولو بوجه بحمل، الباء هنا لتصوير إمكان الجمع بوجه، ولو بحمل كل منهما على حال، أول حاجة أن يكون ذلك الحال مغاير للحال الذي حمل عليه الآخر، وثانيا أن يكون ذلك الحال الشرع قابل له، لا يرفض ذلك الحمل، لا يرفض ذلك الوجه، جمع به وجوبا، يعني صار ذلك الجمع
جمعا واجبا، ولذلك علينا أن نذهب إلى الجمع وأن ندع الترجيح، لأن فيه أي لأن في الجمع إعمالهما، يعني إعمال الدليلين، أعملنا هذا الدليل في وجه وأعملنا هذا الدليل في وجه والمسألة منتهية. وهو أولى، يعني مش أولى هنا أفعل تفضيل، لا، ده أولى هنا بمعنى جدير، فهو أولى بمعنى أنه يعني لا بد منه، فهو أولى من الإهمال، ده واجب الحمل عليه ووجوب الحمل عليه حتى نهرب من الإهمال، وإهمال الأدلة لا يجوز من الإهمال فيه، ليدفع تعارضهما من أجل أن ندفع تعارض الدليلين ونعمل بهما معا، لعدم تعارضهما على محل واحد، يعني لأن الدليلين العامين لم يقع على محل واحد، بل هذا له محل وهذا له محل آخر يحمل عليه. مثاله حديث خير شر الشهود الذي صيغة عموم يشهد قبل أن يستشهد، يعني من غير أن تطلب منه الشهادة يشهد قبل أن يستشهد، يعني يذهب إلى القاضي فيشهد في القضية بدون أن يطلب منه الشهادة. والموصول عام في كل منهما، فالذم هنا وارد على شخص ذهب إلى القاضي فشهد بدون أن تطلب منه الشهادة، وهو متفق على معناه في خبر الصحيحين وغيرهما، يعني هذا النص ليس هو النص النبوي وإنما هو المعنى الذي استنبط من النص النبوي، والنص النبوي هو خيركم قرني، يعني أخير الناس وأخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم يأتون من بعدهم إلى قوله ثم يكون من بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني يذهبون لأداء الشهادة قبل أن تطلب منهم الشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم هذه الفئة وذم تلك الناس في حديث مسلم، وفي حديث مسلم ألا أخبركم بخير الشهود، حكم عليه بالخيرية، فكأنهم قالوا أخبرنا يا رسول الله، ألا أخبركم، فكأنهم قالوا أخبرنا يا رسول الله، الذي يأتي، يأتي يعني إيه؟ يعني يذهب بشهادته، يعني يؤدي شهادته قبل أن يسألها. تبدأه حكم عليه بالخيرية، وحكم عليه بأنه من الذين يعني يثنى عليه ومن أجاود الناس وأفاضلهم، فحمل فإذا أردنا أن نظهر وجه الجمع فنقول لك حمل الأول على غير شهادة الحسبة، ده حاجة كده الحسبة يعني إيه؟ احتسابا لله، اللي هي الشهادة بحقوق الله تعالى، فيأتي القاضي ويشهد بهذا فهذا ممدوح، إلا إذا كانت هناك مصلحة في ترك الشهادة، كأنه يعني يتوصل بها إلى الستر إلى آخر ما قال، أو على ما إذا كان ده وجه آخر من الحمل، يعني حمل على شهادة الحسبة التي فيها حقوق الله تبارك وتعالى، أو على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، يعني الذي تقع له الشهادة عالم بأن ذلك الشخص قد تحمل منه تحمل الشهادة له، والثاني الذي حكم بالخيرية على شهادة الحسبة على حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني يذهب إلى القاضي بدون أن يسأله
فيشهد بالحقوق الثابتة لله تبارك وتعالى على الناس، أو على ما إذا لم يكن عالما بها أو لم يكن المشهود له عالما بأن ذلك الشخص قد تحمل الشهادة له. وحكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد شاهد الزور، قال شر الناس أو شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، قال لا ده هو ده اسمه شاهد الزور. يبقى الحديث الأول محمول على شاهد الزور والحديث الثاني محمول على عموم الشهادات. وإذا وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف أي توقفا واجبا فيهما، أي لا يعمل بواحد منهما إن لم يعلم التاريخ، حيث لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ سيأتي أنه من قبل النسخ بأن لم يعلم المتأخر منهما، يعني تعارضا وبحثت عن التاريخ فلم أصل، ففي هذه وبحثت عن طريقة الجمع فلم أهتدي وطريقة الترجيح فلم أهتدي، ففي هذه الحالة يتساقطان، يعني يتساقطان يترك العمل بهما رأسا ونذهب للعمل بدليل آخر خارجي. قال فيتساقطان إن كانا معلومين، يتساقطان إن كانا معلومين ويجب الرجوع لغيرهما. طيب ما ذكره من أنهم إن كانا معلومين خلاف المعتمد، ما ذكره خلاف المعتمد، ويرجح المعتمد المثال الذي ذكره بعد ذلك، فإنه من قبيل تعارض المعلومين، فالراجح أنه يعني يرجح بينهما مثلا بالحكم بأن كان أحدهما حضرا والآخر إباحة، يبقى هنا القضية في غير المعلومين، يعني يكون بيقول لك فيتساقطان إن كان معلومين يعني في السند فقط لا في الدلالة، أما المعلومين سندا ودلالة فلا يقع التعارض بينهما. طيب لو كان المعلومين يعني متواتر مع متواتر سواء كان من الكتاب أو من السنة، لم يمكن الجمع بينهما ويجب علينا أن نتوقف، ولم يعلم التاريخ، ففي هذه الحالة هو يقول أنهما يتساقطان إن كان معلومين، وإحنا بنقول له لا، ده إذا كان معلومين يجب حينئذ أن يرجح بينهما في الحكم لا أن يتساقط، والمثال الذي ذكره بعد ذلك يرجح أن ذلك في المعلومين ينبغي أن يرجح لا ينبغي السقوط، ويجب الرجوع إلى غيرهما لاحتمال كل منهما، يعني ما دام معلومين احتمال يبقى كل منهما نسخ ومنسوخ لأن يكون منسوخا احتمالا على السواء. يا ترى الآية دي نسخ الآية دي ولا الآية دي نسخ الآية دي؟ يعني مثلا على سبيل المثال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أو ما ملكت أيمانكم، هاتان الآيتان متعارضتان، الآية الأولى تقول أو ما ملكت أيمانكم، يعني أنه يجوز للشخص أن يجمع في ملك اليمين بين المرأة وأخته، جميل، وهنا بيقول وأن تجمعوا بين الأختين، يعني في جواز وغير وملك يمين، أو ما ملكت أيمانكم أجاز للرجل أن يجمع بين المرأتين في ملك اليمين، فهذه الآية تتعارض مع هذه الآية وهما معلومان، فهل نسقط هذه وتلك أم أننا نذهب إلى الترجيح بينهما؟ فإن كانا معلومين يجب الرجوع إلى غيرهما، ألا لا هذا خلاف المعتمد، والمعتمد أنه إذا كان معلومين فإنه لا نذهب إلى التساقط بل نذهب إلى الترجيح بينهما.
ويجب الرجوع إلى الترجيح إن كان مظنونين، يعني مظنونين في الثبوت، فيعمل بأقواهما. فإن تساويا من كل وجه، هب أنهم يعني لم نجد مرجح وتساويا من كل وجه، ماذا نصنع؟ قال: فإن المجتهد يخير بأن يعمل بأي واحد منهما كيفما شاء. مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يبقى عرفنا إن قوله إذا كان معلومين ده خلاف المعتمد، هذا رأي ولكن المعتمد خلاف، ولأنه بعد كده بيقول في الآية لا يرجح. طب ما انت هنا بتقول يتساقطان. قال: وإن كان مظنونين فيعمل بأقواهما ويجب. مثاله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم معطوف على ما قبلها اللي هي فين بقى؟ ديت في سورة النساء: وأحل لكم ما وراء، لا، أو ما ملكت أيمانكم، يعني أحل لكم معنى الكلام ما ملكت أيمانكم، كل ما ملكت أيمانكم سواء كان بجمع بين أختين أو لم يجمع به بين أختين. يبقى أيمانكم يعني يحل الجمع بين الأختين في ملك اليمين، ويحل كذلك أن يستمتع بهما في ملك اليمين. الآية بتقول كده أطلقت. وقوله: أن تجمعوا بين الأختين، يعني يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين سواء بنكاح أو بملك يمين. فالأول يتناول كل مملوك من الإناث، بيقول ما ملكت أيمانكم، يعني أبيح لكم أن تستمتعوا بكل ما ملكت أيمانكم من النساء سواء كان أختين أو لم يكون أختين. فيجوز جمع الأختين في الاستمتاع بملك اليمين. والثاني يتناول الملك، اللي هو أن تجمعوا بين الأختين، يتناول الملك والنكاح، فيحرم الجمع بملك اليمين، يعني بسبب ملك اليمين. فيحرم الجمع يعني يحرم الاستمتاع في هذه الحالة بالأختين بسبب ملك اليمين، لأن آية حلتهم وآية حرمتهم. ولهذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه: أحلتهما آية، وهي قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما أخرى، وهي قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فيجب حينئذ أن يتوقف بينهما. طيب إحنا هنا قلنا إيه؟ ده دولت معلومين، صح ولا بصح؟ طب المعلومين نعمل فيهم ايه؟ قال المعلومين في هذه الحالة ان احنا نرجح ما بينها، مش يتساقط، لا يتساقط، ده خلاف الايه؟ خلاف الراجح. فرجح التحريم بدليل منفصل. احنا عملنا ايه بقى في الآيات؟ رجحنا بينهما، ولكن هذا الترجيح سببه أن هناك دليل منفصل دعانا إلى الترجيح، وهو أن التحريم يعني أحوط لديننا وأورع، لأن الأصل في الأبضاع يعني الفروج التحريم. فقد عضد النص القرآني بقاعدة، وهي أن الأصل وأن الغالب وأن المستصحب في الأبضاع التحريم، فهو أحوط، حيث إن العمل به يخلصنا من المحظور يقينا. خلاص مش هننكح الأختين، مش هنستمتع بالأختين في ملك اليمين. فإن كان مراد ربنا المنع فقد أصبنا مراد الله يقينا، وإن لم يكن مراد الله المنع فقد خرجنا من المشكوك.
ومما يتوهم أنه حرام. فعلى كلا الحالتين نحن في أمان وضمان بالامتناع عن الاستمتاع بالأختين في ملك اليمين. فإن تساويا أي في سائر المرجحات يخير المجتهد كما صرح به في المحصول وغيره. المجتهد في الآخر يعمل إيه؟ يأخذ بأي النصين ما شاء بلا ضابط ولا رابط بسبب التشهي، يختار بين النصين بمجرد التشهي. وفإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. واضحة جدا، علمنا المتقدم من المتأخر مع التعارض بينهما، نقول بأن المتأخر قد نسخ المتقدم، سواء أكان معلومين سندا أو متنا، أو مظنونين، وسواء أكان من الكتاب أم من السنة أم من أحد من وسواء أكان من الكتاب أم السنة أم أحدهما، لا أحدهما، كان أحدهما من الكتاب والآخر من السنة بشروطه السابقة. طيب بشروط يعني النسخ فيما سبق. وعلم من قوله فينسخ المتقدم بالمتأخر أن محله فيما إذا كان مدلوله قابلا للنسخ. قال كده ينسخ المتقدم المتأخر، مش في كله، لكن فيما يكون صالحا وقابلا لأن ينسخ، لأن ليس كل ما ورد صالح للنسخ، كما في آيتي العدة وآية المصابرة. آيتي العدة صالحة للنسخ لأن هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي، هذا تكليف وهذا تكليف، وآيتي المصابرة كذلك. وتقدمت الأربعة بنماذجها بصورها إلى آخر ما سبق. فإن لم يكن قابلا له، يعني فإن لم يكن النص القرآني قابلا للنسخ فلا ينسخ، كصفات الله تعالى، كما إذا ورد في صفات الله ما مثلا يعني يترتب عليه التناقض، كصفات الله تعالى فإنهما يتساقطان، كما قال النقشواني وغيره فإنهما يتساقطان، يعني يتساقط هذا النص الذي يتعارض مع هذا النص في صفات الله سبحانه وتعالى، ونذهب ونعمل بنص آخر. فإنهما يتساقطان، لا يعني لا يعمل بواحد منهما ويترك رأسا، ويجب على المجتهد أن يرجع إلى دليل آخر ليعمل به. طيب قال وخرج بقوله المتقدم بالمتأخر ما إذا علم تقارنهما، والمراد بالتقارن هنا أن يقع أحدهما فور وقوع الآخر. قال ما إذا علم تقارنهما فإنهما إن كانا معلومين وأمكن التخير بين فيهما تعين القول به. واحد تقدم والتاني تأخر، ولكن لم يكن هناك بينهما إلا قدر بسيط جدا من الزمان، أو لم يكن بينهما زمان، وأمكن التخير فيهما تعين القول به، يعني تعين القول بالتخير، خير وتعمل بما اخترته. فإنه إذا تعذر الجمع لم يبقى إلا التخير، احفظ إذا تعذر الجمع لم يبقى إلا التخير. يبقى عندنا الجمع ثم الترجيح ثم التخير. فإنه إذا تعذر الجمع، أنا شايف كمان المفروض كان يكتب والترجيح، لم يبقى إلا التخير. وإن كانا مضمونين، وإن كانا يعني الدليلان المتعارضان مضمونين في الحكم،
وجب الرجوع إلى الترجيح. ده هنا بيتكلم على المعلومين، بس كان ينبغي أيضا يعني أن يدخل فيهما ترجيح، لأن المعلومين هنا يقصد معلومين سندا يعني، لأن احنا اتفقنا على أن المعلومين والمقطوعين سندا ومتنا لا يقعان. وأمكن التخير فيهما تعين القول به، فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخير، وإذا كان مضمونين وجب الرجوع إلى الترجيح فيعمل بأقواهما، فإن تساويا فالتخير. لا، هو هنا بيقول ليه بقى ما يخشش الترجيح، لأن الترجيح لا يعمل شيئا في المعلوم. فصح كده كلامه كده يعني جيد جدا، بس ممكن يبقى الترجيح من جهة الحكم، مش بالضرورة أن يكون الترجيح من جهة السند. لكن أنا بيقول إن كان معلوم مش هيدخل في الترجيح. لماذا؟ لأن الترجيح لا يعمل فيه شيئا، لأنه معلوم هيقوي إيه. لكن لو كان مظنون لا يدخل فيه الترجيح. وأحيانا الترجيح يكون من يعني طريق المتن، ويكون أحيانا من طريق الحكم. لكن ده واضح جدا يعني. قال فيعمل بأقواهما، فإن تساويا في القوة فالتخير، وكذلك إن، وفي نسخة إذا كان خاصين، يعني ومثل ما يعني قيل في النطقين إذا كان عمين، النطقين إذا كان خاصين. إذا كان خاصين أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع، أي جمع على سبيل الوجوب حتى يفك به التعارض، كما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وغسل رجليه، وحديث النسائي والبيهقي وغيرهما أنه توضأ ورش الماء على قدميه، وهما جملة حالية في النعلين، يعني حال كونهما في النعلين. طيب حديث بيقول لي رش، وحديث بيقول لي غسل. غسل يعني أفاض الماء على قدميه بحيث تقاطر الماء منه. رش ظاهرها يهم إيه؟ إنه رش يعني لم يتقاطر الماء. فحديث قال لي لا يجب تقاطر الماء، والحديث التاني قال لي إيه؟ قال لي ما يجبش تقاطر الماء. طب نعمل إيه؟ قال لك يبقى في الحالة ديت نحاول إن احنا نجمع ما بينهم. طيب ايه بقى هو الجمع؟ قال فجمع بينهما بأنه غسلهما وهما في النعلين. يبقى غسل قدميه حال كونهما في النعلين، لكنه في هذه الحالة يعني لم يعني يسرف في الماء، حتى ظن الذي رآه يغسل أنه يرش، فسمي الغسل في النعلين رشا. فجمع بينه بأنه غسلهما وهما في النعلين فسمي بذلك رشا على سبيل المجاز، نسبه إلى هذا البيهقي. ويسمى الغسل رشا نظرا إلى اقتصاده صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من مظنة الصرف، يعني القدم دي مظنة الصرف، لأنك قد تفيض الماء عليها إفاضة شديدة. وبأن الرش يعني بأنه غسلهما بكذا، وبأن الرش في حال التجديد للوضوء، وهو إيقاع الوضوء من غير حدث. يعني أنت صليت ركعتين هتخش تتوضأ وترش على قدمك بدون أن تغسلها، لما ورد في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث. وقضية هذا الجمع عدم وجوب غسل الرجلين في الوضوء المجدد، وجواز الاكتفاء بالرش، والشافعية لا يقولون بذلك كما هو ظاهر. لكن ده من قبيل يعني الجمع الاحتمالي، يعني جمع احتمالي يعني بيقول لو قيل بهذا لأمكن فك التعارض، لكن أصحابنا لم يذهبوا إلى هذا
النوع من يعني الجمع بين الأدلة، لكن هو بيقول لو قيل بهذا لما كان ممنوعا منه وإن لم يقل به أئمتنا من الشافعية. وبأن الوضوء مع غسل الرجلين الوضوء الشرعي، يعني هذا تفريق آخر وفرق جديد، وهو أنه يعني غسل معناها إن هو نظفها، لا العكس، بأن الوضوء مع غسل الرجلين الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي اللي هو إيه؟ الذي نفعله نحن في وضوئنا من أجل صلاتنا. ومع الرش، وبأنه أنه صلى الله عليه وسلم رش على قدميه، المراد به الرش اللغوي اللي هو النظافة، فمعنى ذلك من لم يجعله للحدث، يعني قال لا ده وهو بيتوضأ ومسح ده بيقصد بالوضوء يعني النظافة، أنه كان بينظف بيتنظف، ما كانش بيتوضأ بمعنى توضأ للعبادة، ولكن معناه أنه هو بينظف قدمه ورش عليها الماء، ما فيش مشكلة. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، وإن لم يمكن الجمع بينهما مش عارفين، بحثنا عن كل سبيل للجمع ففقدنا ذلك. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، لم يعلم تاريخ المتقدم من المتأخر، فيتوقف أي يتوقف توقفا واجبا عن العمل بكل واحد منهما إلى ظهور مرجح، يعني إلى أن يظهر مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل بذلك. مثاله أي المثال المذكور حديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته، سألوه ما هو المساحة التي يتعامل فيها الرجل عندما تكون امرأته حائض، يعني سئل عن مساحة الاستمتاع، لأن خلي بالك يحل للرجل من امرأته، لأنه الحل لا يسند إلا للأفعال، لأن الحل ده عبارة عن حكم، والأحكام لا تسند للذوات وإنما تسند للأفعال. فقال وهي حائض، يعني حال كوني حائض في زمن الحيض، ما فوق الإزار، يعني له أن يستمتع بها بما فوق إزارها، والإزار هو ما بين السرة والركبة، فكأنه قال إذا أراد أن يستمتع بها فليستمتع بها بما بين بما فوق إزارها، يعني السرة فما فوق والركبة فما تحت. يعني كبدنها وبطنها وصد إلى آخر، يعني كلام ألوف الحواش. وحديث مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال اصنعوا، وهذا الأمر كما قلنا هو أمر للإباح وليس أمر للوجوب، اصنعوا كل شيء، كل شيء، شيء من الاستمتاعات، اصنعوا كل شيء من الاستمتاعات إلا النكاح أي إلا الوطء، قالوا افعل واستمتع بكل شيء إلا أن تطأ، فيشمل بقى ذلك، ما بيقول له اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والتاني بيقول له لا المساحة ما بين السرة والركب، وحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعطي مساحة لأن يستمتع بما دون الفرج، يبقى الاثنين اهو، واحد بيقول لا مساحة الاستمتاع المحرم ما بين السرة إلى الركبة، والثاني يقول المحرم هو الوطء في الفرد فقط، فالذي قال ما فوق الإزار يحرم الاستمتاع بالفخذ، والذي قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح يبيح الاستمتاع بالفخذ، فتقابل هنا
أيهما بقى يعمل بيه؟ قال ومن جملته الوطء اللي هو يصنعه كل شيء، ومن جملته الوطء يقصد به الاستمتاع والمباشرة فيما فوق الإزار، فتعارض فيه، يعني فتعارض في هذا الجزء ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، فاختلف العلماء في ذلك على قسمين، بعضهم رجح التحريم قال لا، إذا اختلف في هذه الحالة أنا أقول بأنه يحرم. يحرم يا مولانا؟ قال لا، أقول أنه بيحرم ما بين السرة وما بين الركبة. ليه؟ قال لأنه ده أحوط للدين، خرج يوم القيامة هذا الحديث هو الذي أراد الله العمل به، يبقى امتنعنا عن الاستمتاع بما بين السرة والركبة. خرج ليس مراد الله إلا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وأن المحرم هو الوطء في الفرج، خرجنا من عودة التكليف بيقين ولم نقع في محظور، فهذا أورع وهذا أحوط. فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل، بعضهم قال لا أنا أرجح الحل. ليه؟ قال لأني عندي قاعدة وهي ديت مش مراتك. قال له آه. قال له مدام مراتك زوجتك، يعني مراتك يعني زوجتك، وزوجتك يعني مراتك، والاتنين يعني زي بعض. قال لأن الأصل، يعني لأن المستصحب في المنكوحة الحل، الأصل في المنكوحة أنها حلال، وهذا الحل نعمل به عند الشك. علماءنا كان في قواعد بتحكمهم يا أولاد، ما كانوش أصحاب هوى. ولا يخفى أن الخبرين لم يتعارضا في المباشرة فوق الإزار بغير وطاح، ده كله اللي بيتعارض فيه تحت الإزار، أما فوق الإزار فلا تعارض، لأن حديث اصنعوا كل شيء يبيح الاستمتاع بكل شيء فيما عدا الفرج، وحديث ما بين، يعني ما فوق الإزار يبيح ما فوق الإزار من السرة فيما فوق والصدر والوجه والساق وهكذا، فهذان يعني الاتجاهان لم يتعارضا فيه، بس هو فيه عبارة عن سهو وقع في عبارة بعضهم. ولا أخفى أن الخبرين لم يتعارضا، لم يتعارضا في المباشرة فوق الإزار بغير الوطء، والراجح تحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة، ده الراجح عندنا في المذهب، ده المعتمد. يبقى المعتمد ده قدم ايه؟ لا قدم الاحتياط. قال له يعني وماله ما مراتك، بس انت في عندنا أزمة انه من حام حول الحمى أوشك ان يقع فيه، يعني انت ايها المتزوج لو استمتعت يعني بما دون الفرج قد يدعوك الاستمتاع بغيره إلى الاستمتاع به، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، يعني قارب الوقوع فيه. والراجح تحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة، وجوازها أي المباشرة فيما عدا ذلك ولو بوطأ، يعني وأنه يجوز له أن يعني يستمتع ويباشر سواء كان بوطء أو بغير وطء فيما عدا ما بين السرة والركبة، بجعل مفهوم خبر. طيب هيعمل ايه؟ قال ما احنا عندنا بقى جمع. هو ايه؟ قال انا عندي اصنعوا كل شيء الا النكاح، ده منطوق، منطوق يشمل ما عدا الفرج، وعندي مفهوم اللي هو يعني ما فوق الإزار، سئل عما يحل للرجل الرجل من امرأته فقال ما بين ما فوق الإزار، يفهم من هذا أن ما تحت الإزار حرام.
يبقى أنا عندي أهو مفهوم وعندي منطوق، آخذ المفهوم من هنا وأخصص به المنطوق. نعود مرة ثانية، إحنا عندنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذا عام يشمل تحريم كل يشمل جواز الاستمتاع بما عدا الفرج، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فالنكاح اللي هو الوط مستثنى، يبقى أفدنا بالمنطوق أن الاستمتاع بكل شيء ما عدا الوط حلال. طيب سئل عما يحل للرجل من امرأته، ما هو؟ قال ما فوق الإزار. فهمنا من ذلك أن كل استمتاع بما تحت الإزار فهو حرام، هذا بالمفهوم. وأما إباحة الاستمتاع بما بين السرة والركبة فيما عدا الفرج، فهمنا نص ونطق على أنه مباح. فماذا نصنع؟ قالوا نأخذ المفهوم اللي هو إيه؟ يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة، ونضمه إلى الخبر الثاني فيكون مخصصا له، فكأن النص هكذا: اصنعوا كل شيء إلا النكاح وإلا ما بين السرة والركبة. يبقى إيه تخصيصه؟ هذا شيء جميل، دقيق، إنه دقيق، اقراها كده، بيقول لك اهو. قال ولو بوطء، بجعل مفهوم الأول، مفهوم الخبر الأول مخصصا، الله عليك يا شلتوت، لعموم الثاني، بس كده. يبقى كأنك هتاخد الخبر اللي هو الثاني وهو خبر مسلم اللي هو اصنعه كل شيء إلا النكاح، وتضيف استثناء آخر يخصص، وتقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح وإلا الاستمتاع بين السرة والركبة، إلا النكاح والاستمتاع بين السرة والركبة. يبقى عملنا إيه؟ أباحنا كل شيء ثم استثنينا أمرين. الأمر الأول وهو الجماع لأنه منصوص عليه، والثاني وهو ما فهمناه من المخالفة في قوله ما فوق الإزار. قال وهذان يصير الحديث، فعلى هذا يصير الحديث من أمثلة ما يمكن الجمع بينهما لا من أمثلة ما لا يمكن الجمع بينهما. الله الله على تدقيق العلماء، قال بكون أحدهما يخصص الآخر يبقى ما هو التخصيص ده إيه؟ أمكن الجمع، يبقى هو من باب ما يمكن فيه الجمع لا من باب ما لا يمكن فيه الجمع. وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما مر، كما في حديث زيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.